الاستدامة واحد من العناصر المهمة للعنصر البشري، فضروري أن إحنا نستقطب الطلاب لمجال الطب ولمجال البحث العلمي. ضروري أن تكون عندنا خطة واضحة للطالب، سواء قبل ما يتخرج من المدرسة شو المجالات اللي ممكن تتوفر له التعليم الجامعي وما بعد التعليم الجامعي، يعني سواء دكتوراه أو بورد. والمجال البحث ما لا يقتصر على مجال الطب، يعني حتى البحث في المجال الطبي لا يقتصر على الطبيب، فأنت محتاج طب الصيدلة، محتاج الكيمياء، محتاج العلم البيولوجي، محتاج الجينات، محتاج الهندسة البيولوجية، محتاج تخصصات كثيرة جدا. أن نعمل مع بعض وتكون خطة واضحة من ناحية العنصر البشري، من ناحية التعليم والتدريب والتأهيل، وأيضا البنية التحتية.